السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد نقلكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جولة في سبا باشا، واشهر شارع فيه اللي هو شارع تاج الرؤساء. ومنطقة سبا باشا بتكون على الكورنيش او طريق البحر ما بين جليم وكوبري ستانلي، وبتكون قدام منطقة النوادي اللي هو نادي التطبيقيين ونادي المحاميين ونادي المهندسين والمنطقة دي يعني، وخاصة قدام نادي التطبيقيين بالظبط. احنا دلوقتي في طريق كورنيش البحر او طريق الجيش، على شمالنا زي ما احنا شايفين كده داخلين على مدينة الاحلام. في طبعا اشهر المحلات بتكون على البحر، اباني وحاجات كتير طول ما احنا ماشيين، وحاجات موبيليا واساس فخم وراقي. مدينة الاحلام بقى دي يعني مدينة الاحلام فعلا بالنسبة للاطفال الصغيرين، يعني فيها بقى كل ما لذ وطاب من الالعاب الجميلة وكيوت والكلام ده كله، وفيها ما شاء الله لا قوة الا بالله كل يعني الالعاب اللي ممكن تخطر على بالكم. فيه وزدهية كبيرة ما شاء الله لا قوة الا بالله، فوق اهي عوامة يعني كنت محتاجاها في اللحظة دي. يا ريت ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر الفيديوهات اللي بتحبوها، حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدأ الفيديو طبعا مش محتاجة اقول لكم ان منطقة سبا باشا من الاحياء الراقية جدا في اسكندرية، اللي بتكون موجودة في منطقة الرمل، واتسمت بالاسم ده نسبة ليوسف سبا باشا. ويوسف سبا باشا كان اول مدير مصري للبوسطة، اتولد في القاهرة 1852، اتعين وزير للمالية، وبعد كده بقى بدأ عمله في مصلحة البريد 1870، وبدأ ان هو يتدرج بقى في المناصب لحد ما وصل لدرجة المدير 1887. كان عنده مقر صيفي في منطقة الرمل، وهو المكان اللي اتسمى على اسمه في يومنا ده، اللي هو منطقة سبا باشا. احنا داخلين كده شارع سبا باشا زي ما احنا شايفين قدام نادي التطبيقيين على طول مباشرة. الشارع ده بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني حلو جدا وشيك جدا، يعني المنطقة فيها فيلل وعمارات راقية، وبيقال ان الشارع ده كان بيسكن فيه المشاهير وكبار الاطباء والامراء. في شوارع مهمة متفرعة من شارع سبا باشا او شارع تاج الرؤساء اللي احنا ماشيين فيه حاليا ده، واللي هو شارع غزة وشارع خليل مطران. طبعا الشارع ده بيكون من البحر زي ما جينا كده لحد شارع جمال عبد الناصر، وهنعدي بإذن الله على محطة ترام سبا باشا، كلية زراعة سبا باشا، وطبعا في كلية تانية برضو زراعة، دي فيها أقسام والتانية فيها أقسام تانية. مكتبة فرح كويس عشان تبقى قدام الكلية، الطلبة على طول يصوروا دغري. في مكتبة تانية برضو هنا اهي، يعملوا أسعار للطلبة، والمطاعم بقى حاجات بقى في الخفيف، الكريب والشاورما والكلام ده كله كتير لازم يكون هنا. يعني شارع غزة احنا شايفين الشارع ده اللي فيه ضلعايا كده، ده دلوقتي هنشوف الأول نكمل سوبر باشا. ايه والله الانسان كان ناوي كده كده يشترك في الجيم بتاع النادي، يعني مشتركة في النادي اوريدي، بس كنت مشترك في الجيم بقى، بس بعد المشي اللي انا بمشيه ده يعني الحمد لله قررت اصرف نظر عن الموضوع. في هنا برضه شركة سياحية حاجات طيران بقى وكلام من ده.
كده دي محطة ترام سبا باشا، وده كده شارع عبد السلام عادل. هنعدي كده محطة الترام ونفضل مكملين طوالي في نفس الشارع زي ما كنا. امتداد شارع سبا باشا بقى، او اللي هو اسمه تاج الرؤساء، ده بيتغير اسمه بيكون بقى محمد صالح ابو يوسف. لسه محتفظين بزينة الشوارع من رمضان، الحمد لله كويس. فضلنا مكملين كده، هندخل على شارع ابو قير في اخر الشارع قدامنا اهو. هنا برضه في مخبوزات، موبيليا، مكتبة، كافيتيريا، كافيتيريا سبا باشا. كان من هواة الاكسسوارات والحاجات دي كلها، بس خلاص بقى نهتم بيها في البيت دلوقتي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.